السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات، ونقرأ مقالا تحت عنوان الانتخابات الوهم الذي يعلق عليه الشعب آماله للكاتب ميلاد عمر المزوغي. متصدر المشهد يوحون لعامة الناس بأن إجراء الانتخابات ستكون بداية الحل لأزمة استفحلت فأغرقت البلد في دوامة العنف واقتصاد شبه منهار. ويضيف الكاتب البشر في بلادي مجرد كائنات حية تصطف في الطوابير المختلفة لعلها تتحصل على بعض حاجياتها الضرورية في دولة تصدر ملايين من براميل النفط يومياً. الذين يتحكمون في مصير الشعب وأسيادهم لسنا على قائمة أولوياتهم يدركون تماماً أن الانتخابات في حال إجرائها في ظل الظروف الراهنة ستكون نتائجها صورة طبق الأصل عن الانتخابات السابقة وفي أفضل الأحوال تغييراً طفيفاً في الوجوه، لكنها لا تختلف كثيراً في الرؤى أي استمرار الوضع الحالي لفترة تطول أو تقصر وفق رغبة القوى الاستعمارية. الانتخابات لن تكون ذات جدوى بل وهم يعلق عليه الشعب آماله إلا إذا سبقتها مصالحات شاملة تعم كافة المناطق يقوم بها الخيرون من أبناء الوطن بمختلف شرائحه دون ما استثناء، فلكل دوره في العطاء والبناء. عندها وفقط سيجبر العالم على احترام إرادة الشعب ورفع الغبن عنه. حول زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العراق ولقائه بالميليشيات، كتب زيا وليد مقالا في موقع ألترا عراق جاء فيه: منذ سنوات رفع ناشطون ومثقفون ونخب ومدونون راية المقاطعة للانتخابات البرلمانية في العراق بحماسة على الأقل في الدورتين الأخيرتين 2018 و2021، وبتقديرنا للمقاطعة أسباب موضوعية ودوافع راسخة تدفع المواطنين إلى رفض صفة الناخبين. الصورة الآن مقاطعة كبيرة والفائز الأكبر ينسحب من العملية السياسية، والقوى المسلحة المتمردة على الدولة والراعية للعمليات الحربية ضد البعثات الدبلوماسية والمتهمة بقصف منزل رئيس الحكومة تستحوذ على السلطة وتنفرد بالحكم. استبقت شخصيات ثقافية وسياسية وصحفية وأكاديمية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم مذكرة احتجاج على أداء البعثة الأممية في العراق بنقاط عدة، من بينها قضايا تتعلق بالتضييق على الحريات من قبل السلطات العراقية وفشل معالجة ظاهرة الأحزاب المسلحة التي تقوم عملياً بالالتفاف على القانون مقابل عدم ظهور أي عمل جدي من ممثلية الأمم المتحدة لحث الأحزاب المسلحة على ترك السلاح. استجاب غوتيريش لاحتجاج نخب العراق الجديد على بعثته في البلاد بالمقلوب، وبحركة لافتة زار الأمين الأممي أمين ميليشيا عصائب أهل الحق المدرجة على لوائح الإرهاب الأمريكية قبل 3 أعوام فقط، والتقط صوراً معه مبتسماً برفقة رئيس ميليشيا مسيحي آخر يدعى ريان الكلداني. كشفت لجنة تحقيق في العراق عن أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع ميدليست آي أن 3 من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس سرقة القرن بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات لمصادرة ممتلكاتهم. وخلصت لجنة تحقيق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق
إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصريا موقع ميدل إيست آي. 3 من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي والسكرتير الخاص أحمد نجاتي والمستشار السياسي مشرق عباس، وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي، إلا أنهم جميعا ينفون التهم الموجهة ضدهم. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة، وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على 7 شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول سبتمبر 2021 وآب أغسطس 2022. نور زهير الذي كان مطلوبا للعدالة كان يحمل جواز سفر دبلوماسي، وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء. إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدما طائرته الخاصة. قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن دكتاتورية الرجل الواحد في تونس التي يقودها الرئيس قيس سعيد تدمر البلاد. وذكرت الغارديان في مقال افتتاحي لهيئة التحرير تمثل رأي الصحيفة، ذكرت أن سعيد تورط في العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، وتحول من رئيس ديمقراطي وصل عبر صناديق الاقتراع إلى دكتاتور يريد التفرد بالحكم والبطش بخصومه، كما تنمو بشكل مضطرد قائمة النقاد الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرض زعماء الأحزاب الإسلامية والعلمانية على حد سواء إلى الجر من بيوتهم، ويرزح الآن وراء القضبان نقاد بارزون بما في ذلك محامون ومدراء شركات تجارية، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية مشهورة. لقد جرم قيس سعيد المعارضة بكل أنواعها. اشتملت قائمة أكباش الفداء الرئاسية على سياسيين اتهموا بالفساد، وشملت كذلك أشخاصاً اتهموا بالمضاربة أو بالعمالة للأجنبي، إلا أن الأمر ما لبث أن تحول بشكل بشع إلى سلوك عنصري، وذلك عندما استهدف قيس سعيد المهاجرين السود. ففي الشهر الماضي زعم زوراً وبهتاناً وجود مؤامرة استغرق حبكها سنوات لجلب حشود من المهاجرين المجرمين من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء إلى تونس من أجل تغيير التركيبة السكانية في البلد. لقد حرضت هذه الديماغوجية على ارتكاب أعمال عنف ضد أقلية قليلة مستضعفة، بل وإلى اعتقال العديد منهم، بينما عاد ذلك على الرئيس بإشادات من قبل السياسيين الفرنسيين العنصريين. وكانت تونس هي مهد الربيع العربي، وظلت حتى حين الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي. أما الآن فقد غدت مجرد عرض يقدمه رجل واحد نأى عنه الناخبون. الآن إلى موقع عربي 21 ومقال الكاتب محمد عايش يقول فيه: الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل وحالة الانقسام والجمود السياسي والإحباط الشعبي العام من النخبة السياسية، كلها تنعكس على الفلسطينيين في الخارج وتؤثر في العمل من أجل القضية الفلسطينية في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة. ورغم أن المتضامنين مع فلسطين من الأجانب على مستوى العالم في ازدياد مضطرد، إلا أنه لا يوجد من أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم من ينجح في استثمار هذا التضامن الواسع بالشكل الأمثل والأفضل، بسبب أن الأزمة الداخلية الفلسطينية تنعكس على الخارج بشكل أو بآخر، كما أن الانقسام الداخلي تحول مع الوقت إلى انقسام بين الفلسطينيين المشتتين في مختلف دول العالم. المؤسسات أو الدكاكين الفلسطينية في الخارج لا يمكن ترميمها إلا بمبادرة كبيرة تحاول جمع الراغبين بالعمل من أجل القضية الفلسطينية أينما كانوا في العالم.
وأزمة العمل الفلسطيني في الخارج لا يمكن تجاوزها ولا حلها ما لم نشهد مبادرة كبرى على مستوى العالم أو على الأقل على مستوى الدول الغربية تجمع الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم وتياراتهم من أجل التعاون فيما بينهم والاتفاق على الانفتاح والتعالي على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والانتقال إلى تأسيس جماعات ضغط سياسية تعمل من أجل فلسطين وينضوي تحت لواءها المتضامنون الأجانب والفلسطينيون من حملة الجنسيات الأجنبية أو المقيمون في الدول الغربية، ويتفق هؤلاء على التعاون فيما بينهم لتوحيد الجهود والعمل المشترك على قاعدة أن فلسطين هي المصلحة العليا للجميع. دعونا نتابع الآن بعض من صور الكاريكاتير. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. ليست مرحلة ما بعد زلزال السادس من شباط فبراير الماضي في تركيا وسوريا كما قبلها بالنسبة إلى الناجين الذين باتت مشاعر الخوف تسيطر على حياتهم وتتحكم بخياراتهم القليلة نسبيا في ظل مواجهتهم الحجم الكبير للدمار. بعض الناجين قرر التعايش مع الخوف في ظل تمسكهم بخيارات ملازمة بقايا منازلهم المهددة لأنها تبقى أفضل من مكوثهم في خيام والعيش في انتظار الحصول على وجبات الطعام وحصص مساعدات الأغذية وأشياء أخرى. وهكذا تستمر الحياة مثلا في بلدة يايل كوناك بمحافظة إدامان التركية رغم تدمير الزلزال 280 منزلا فيها وافتقارها إلى الخدمات. وفي بلدة بولاية كهرمان مرعش ترفض مسنة مغادرة منزلها رغم أنه تضرر بشدة بالزلزال وتصدع جدرانه وتعرض لانهيار جزئي. احتفلت الأرامل من فريندافان وفاراناسي في الهند بمهرجان الألوان أو مهرجان ألوان الربيع، حيث يجري الاحتفاء بالألوان في مشهد احتفالي مبهج. ويقام المهرجان في الهند في الفترة ما بين نهاية شباط فبراير ومطلع شهر آذار مارس، ويعتبر يوم الألوان أو هولي في الأساس احتفالا بموسم الحصاد وخصوبة الأرض ووداعا لفصل الشتاء واستقبالا لفصل الربيع. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هل تصدق أن كوب الشاي الذي تشربه لتتمتع بقليل من الهدوء والراحة وراءه مئات القصص لنساء كينيات ضحايا الاعتداءات الجنسية؟ عشنا أروع وأبشع قصص الاغتصاب مقابل توظيفهن في العمل. ما القصة؟ وما علاقة الشاي بهذه الجرائم؟ خفايا قذرة
أكثر من 70 امرأة يعملن في مزارع الشاي الكينية تعرضن للاعتداء الجنسي من جانب رؤسائهم في العمل، وفق تحقيق أجرته بي بي سي البريطانية في شباط فبراير 2023، نقلت فيه شهادات مروعة لعشرات النساء اللاتي تعرضن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على وظيفة في هذه المزارع المملوكة لشركتين بريطانيتين، أشهرها صاحبة علامة ليبتون التجارية الشهيرة، تجديد عقد العمل وراحة أكثر خلال الشغل. أبرز المزايا التي يقدمها صاحب النفوذ للنساء الباحثات عن عمل أو تعملن هناك مقابل رفضها أو تكليفها بأشغال شاقة مع التهديد بطردها في صورة رفضها لعرضه. فضيحة هزت شركة جيمس فينلي إحدى الشركات المالكة لهذه المزارع، دفعتها إلى إقالة المتورطين من عملهم مع فتح تحقيق حول هذه الجرائم الجنسية. الشوكولاتة متورطة أيضاً. ليست مزارع الشاي الوحيدة المتورطة في انتهاكات ضد الإنسانية، سبقتها مزارع الكاكاو لصناعة الشوكولاتة في عام 2006. الصحفية في شبكة CNN كارول أوف فجرت فضيحة العبودية في مزارع الكاكاو في كتابها الذي حمل عنوان الشوكولا المرة، بعد رحلة لها في غرب إفريقيا كشفت فيها ممارسات الشركات والحكومات وتشغيلها الأطفال كعبيد في مزارعها. فوفق جامعة تولين الأمريكية، 1.8 مليون طفل تقريباً يعملون في مزارع الكاكاو بغانا وساحل العاج، اللتان تزودان العالم بأكثر من 70% من إجمالي موارد الشوكولا الخام هناك، أين العمالة الرخيصة والزهيدة مقابل ساعات عمل طويلة تصل إلى 100 ساعة أسبوعياً يقضيها أطفال يتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و16 سنة، ينتمون معظمهم إلى أسر فقيرة دفعتهم الخصاصة إلى بيع أبنائهم مقابل $100، أو أطفال تم خطفهم من قبل عصابات البشر لتهريبهم وتشغيلهم في مزارع تمارس فيها أبشع أنواع المعاملات الإنسانية من ضرب وإهانة واستغلال لآلاف الأطفال. من أجل إنتاج الكاكاو لصناعة الشوكولاتة هرمون السعادة لأثرياء العالم. لعل كوبا من الشاي أو قطعة من الشوكولاتة تكلف الكثير هذه الأيام. إلى اللقاء.